نعود إلى نواكشوط، حيث أشرف وزير التنمية الريفية صحبة وزير الوظيفة العمومية على دخول أول دفعة من أرز برديس المحلي للأسواق الوطنية، وإسعى منتج هذا الأرز إلى جعله ينافس في الأسواق ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي. من أجل التنافس في الأسواق المحلية يأتي هذا الحفل المنظم تحت رعاية وزير التنمية الريفية وبحضور السلطات الإدارية بولاية نواكشوط الغربية للإعلان عن الدفعة الأولى من منتوج أرز برديس المحلي الذي يحاول القائمون عليه أن يكون منافسا قويا داخل أسواق موريتانيا سبيلا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج المحلي. اليوم التأمين على إصدار أرز تم إنتاجه مراحله كلها عند بذوره إلى إنتاجه وتعليبه وعرضه وتسويقه بأيادي من الشباب الموريتاني. أرز تم إنتاجه من الشباب الموريتاني مقتنع به بدون دعم، وننتهز الفرصة نقول أن المنتجين يا الله يؤدوا عارفين أنه لا ينجشون أرز مواطنين، وأن الدولة ماضية في البحث عن الاستكفاء الذاتي، لأن لازم علينا أن نعود لأنه نوصل للاستكفاء الذاتي. قال لازم المواطن الملي يقتنع من عنده إنتاج محلي يعود لا يشريه ولا يسبقه عن المواد الأخرين وقابل يسعى به، هذا هو لا يستمر من الإنتاج. وبعد أن كان مشروع المنتوج هذا مجرد فكرة طرحها القائمون عليه، إلا أنه بفضل الجهود التي بذلوها كان حفل اليوم إذانا بدخول الدفعة الأولى منه إلى الأسواق المحلية. اليوم يخرج أرز برديس للنور، أرز موريتاني بجودة عالية، زرع في موريتانيا، زرعته أيادي موريتانية، قشرته آلات موريتانية، واليوم في السوق الموريتاني متاح للمواطن الموريتاني بأسعار تنافسية. فهي دعوة واقعية لنبذ فكرتي، لا أستطيع لنبذ فكرتي والاتكال والاعتماد على الآخر مهما كان. نستطيع التميز، نستطيع الاستغلالية التامة في كل مجال، خصوصا في مجال الأمن الغذائي. دخلت الدفعة الأولى من هذا المنتوج إلى السوق المحلية، لكن تبقى فكرة إقناع المواطنين باختيار المنتوجات المحلية أكبر تحدي يواجهه أرز برديس لكي يأخذ مكانته في الأسواق المحلية.